اسوي لك قهوه ولا شاي؟ هاي عنده فيسبوك. شوف عبد الله، نبدا من هنا، اوكي؟ يعني الحين عبد الله تبعد الله يهديك جايب لنا هنا من الصبح، يعني مو من صعبها عبد الله، يعني شرحت لك رغويتك ابو ظبي مني من هناك الشوارع وهذا، ومعذب عمري ومدق أنا تأخرت. السبب إنه صار عندي شوي دائماً عبد الله لما يقول أنا والله مو متأخر وقاعد من وقته ما أدري شو، لا لا أنت متأخر، أنا أقول أنت متأخر. الموقف اللي صابني إني أنا التهيت في التليفون، أنا شفت شيء خاطف قدامي، تحسبت كان دورة حد منهم ومشيت. عبد الله أصلاً مش مركز، يوم أعصب عليه ما أعرف أعصب، أعصب بس يضحكني غصباً عني يعني. وأنا أتشكركم شكراً جزيلاً.